هذا سائل يقول: توفي في بلدي منذ 20 سنة رجل، وعند فتح قبره وجد كما هو لم يتحلل لحمه، فما هو الاعتقاد السليم في مثل هذه الأمور؟ هل هي كرامة مع العلم أنه شهد له بتعليم القرآن وبالخلق الحسن؟ سدوا عليه لحده واتركوه إلى الله، لا تعتقدون فيه وأنه ولي، وأنه سدوا عليه لحده واستروا عليه والحمد لله، وأملوا فيه الخير، يدعوا له بالخير وأحسنوا به الظن. نعم، ما كلفكم الله أن تفتحوا قبره، ليش تفتحون قبره؟ نعم.